وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. تحياتي لك محمود، وضعنا في صورة أولى يوم لاستقبال الجماهير بمعرض القارة الدولية للكتاب في دورته 53. نعم فاطمة، أرحب بك وبكل السادة المشاهدين من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. نتابع معكم فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذه الدورة المميزة التي عادت ولأول مرة في موعدها الأصلي بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، لكن هذه الدورة ومع أول يوم وكما تحدثت رغم برودة الجو أو عدم الاستقرار في الحالة الجوية، إلا أن هناك إقبال كبير وهو يعد اليوم الأول لاستقبال الجمهور بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا المعرض أمس. اليوم نتحدث عن دورة مميزة، أولا بزيادة عدد الدور النشر والنشرين الموجودين سواء من مصر أو من مختلف الدول الذين يمثلون 50 دولة، نتحدث عن 1063 ناشر موجودين هنا في معرض القاهرة الدولي. نتحدث عن بعض الإجراءات التي سهلت على الجمهور الوصول إلى هذا المعرض، نتحدث عن وجود منصة إلكترونية لأول مرة في هذا المعرض، من خلالها يتم حجز التذاكر ومن ثم الوصول إلى المعرض بكل سهولة. من أول دخول الجمهور في البوابات يتم استقبالهم من قبل المتطوعين الموجودين لتسهيل دخولهم، وأيضا هناك بعض السيارات الكهربائية الموجودة على بوابات المعرض للتسهيل على كبار السن وذوي الهمم، وأيضا هناك بعض خطوط النقل، نتحدث عن 115 سيارة بأتوبيسات النقل العام في التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة النقل لتسهيل الوصول للجماهير. نتحدث أيضا عن وجود أجنحة كثيرة داخل المعرض، نتحدث عن 879 جناحا في هذا المعرض يمثلون مؤسسات ودول مختلفة. نتحدث عن جناح وزارة الدفاع الذي يعرض بعض الكتيبات التي تتحدث عن بطولات بعض رجال الجيش المصري. نتحدث أيضا عن جناح وزارة الداخلية الذي يعرض الإصدارات العلمية الحديثة من الإصدارات الخاصة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، نتحدث عن جناح وزارة الشباب والرياضة. أيضا هناك بعض الدول العربية المشاركة مثل دولة الإمارات الشقيقة التي تشارك ببعض الأجنحة الخاصة بها، هيئة الشارقة التي تشارك في هذا المعرض. نتحدث أيضا عن بعض التقنيات الحديثة الموجودة والتي رأيناها وتفاعل معها الجمهور، وهي تقنية الهولوجرام والثري دي، من خلال طبعا تجسيد لشخصيات المعرض الموجودة، الفنان الكاتب القدير يحيى حقي وأيضا الكاتب عبد التواب يوسف، بالإضافة لوجود معرض خاص طبعا للأطفال، وهنا الأسر أتت إلى هذا المعرض واصطحبت أيضا الأطفال للتعريف بالثقافة والهوية المصرية التي يجسدها شعار المعرض هذا العام، وهو هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل. هذه هي يعني فعاليات المعرض التي بدأت اليوم وستستمر حتى 7 فبراير الجاري. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، شكرا جزيلا لك.